زي ما انتوا شايفين ابتدى الرشق اهو، جالي 18 واحد اهو من ثواني لايف اهو، من خلال ضغطة واحدة على الموقع ده بيزود لك 20 متابع. يلا بينا نشوف الشرح، هقول لكم على الطريقة في اخر الفيديو، بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ حابب اشكركم على التفاعل على القناة، الحمد لله قربنا نوصل 50,000 مشترك، وان شاء الله بعد الفيديو ده نوصل 50,000 مشترك. ياريت الناس اللي اول مرة بتتفرج عليا ياريت تعمل لايك للفيديو ده واشتراك للقناة وتفعل الجرس، عشان بعد كده هنقدم محتوى لزيادة متابعين الانستجرام، وان شاء الله هنزل لكم طرق جديدة. انا عملت الفيديو ده عشان ناس كتير على القناة طلبت مني يا احمد اعمل زيادة متابعين انستجرام، عشان ما اطولش عليكم بس في المقدمة، ده الحساب بتاعي اللي انا هزود عليه المتابعين، وانا مزود 20,000 دول من خلال الموقع ده. ان شاء الله الموقع هسيبه لكم في الديسكريبشن او هسيبه لكم على قناتي على التليجرام عشان ممكن يتحذر. ان شاء الله ده الموقع، الخدمات اللي بيقدمها الموقع ممكن يقدم لايكات، يقدم فولورز، يقدم مشاهدات للستوري، يقدم مشاهدات للفيديو. النهارده ان شاء الله شرحنا عن زيادة متابعين انستجرام، هندوس على سند فولورز تمام، هسهل عليكم بس هنختار اللغة نعملها عربي، يعني اول مرة اشوف برنامج كويس كده يكون فيه لغة عربي. برنامج زي ما انتم شايفين عملنا كل حاجة عربي، وضح لك كل حاجة. من خلال البرنامج ده بتضيف حسابك الوهمي، لو مش عارف يعني ايه حساب وهمي، ده انت بتعمل حساب عشان انت من خلال الحساب ده بتقدر تدخل الموقع عشان تزود متابعينك على حسابك الاساسي. لو انت عايز تعمل حساب وهمي او حساب فيك، نزلت لكم شرح قبل كده ازاي تعمل مليون حساب وهمي، هسيب لكم برضو رابط انشاء الحسابات الوهمية اسفل الفيديو. ان شاء الله هنكتب هنا اليوزر والباسورد، هكتب اليوزر والباسورد بتوع الحساب الوهمي ونرجع لكم. نسجل الحساب الوهمي، ركزوا معايا، الحساب الوهمي هو اللي بتكتبه، بعد كده هتكتب تسجيل الدخول، هيبتدي يسجل معاك. هيبتدي يسجل معاك الحساب الوهمي زي ما انتم شايفين، هو الموقع فتح معايا بيقول لي ممكن ترسل لايكات وممكن متابعين، لا احنا عايزين متابعين، هندوس ارسال متابعين تمام. بعد كده هيطلب منك، هتنزل تحت كده بعد ما يظهر لك الخانة دي، هتنزل تحت هتلاقي كلمة ارسال المتابعين، هتكتب هنا اسم اليوزر اللي انت عايز ترشق عليه اللي هو الحساب بتاعك، يعني انا هكتب احمد لوكا اللي هو الحساب بتاعي. شايفين ده كتبت اليوزر بتاع الحساب الاساس بتاعي اللي انا هرشق عليه، وبعد كده هتدوس على المربع الاخضر اللي هو العثور على المستخدم، هتلاقيه تلقائيا جاب لك صورة الاكونت بتاعي الاساسي اللي انا عايز ارشق عليه، وهتلاقيه جايب لك رقم 10، زي ما مثلا بقى تكتب الرقم اللي انت عايزه، انا مثلا هكتب 20، انا بزود 20 ب20، وانت بقى تعمل ممكن تعمل مليون حساب وهمي وترشق بيه تمام. بعد كده هتدوس ارسال المتابعين، هتنتظر قليلا، انتظر قليلا لو هو يتم يحمل لك تقديمه كده، ابتدى تروح الاكونت بتاعك اهو، تروح الحساب بتاعك الاساسي هتلاقي بيبعت لك متابعين من 4 ثواني، من 6 ثواني ابتدى يبعت المتابعين، بعد بعد العشرين متابعة زي ما انتم شايفين اهو، 6 ثواني، 17 ثانية، في ثواني المتابعين بيتبعتوا في ثواني. ممكن بقى تقعد تكرر، هو خلاص كده بعت العشرين، زي ما انتم شايفين بعت العشرين متابع. لو انت بقى عامل كذا حساب
وهمي وعايز كل شوية ترشق، كل دقيقة كل دقيقة كل دقيقة ترشق، هتدوس هنا وتعمل تسجيل الخروج وتدخل بحساب وهمي تاني وتكرر الموضوع ده. في أقل من ساعة هتقدر تزود 1000. إن شاء الله هيكون الشرح كان سهل وبسيط وقدرت أفيدكم. منسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم، عشان دي الطريقة الوحيدة لزيادة متابعين الانستجرام. ما تنسوش تدعموا الفيديو وتشاروه مع أصحابكم، وإن شاء الله لو عايزين أشرح لكم إزاي تجيب لايكات وإزاي تجيب مشاهدات سيبولي كومنت وهرد عليكم. بالتوفيق للجميع، وكان معكم أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.